هذه المصيبة مسجلة فيها، وكي تجي ديك المصيبة جاء وقتها وما تنجمش تهرب منها، مقدرة مقدرة. والله لو اجتمع كل الناس وظهروك على دفعها والهروب منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا شابا رديف النبي، كان مرادفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة هذا علم، هذا العلم، هذا العلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. حنا كاع حافظين في الحديث، بصح شكون يخدم به؟ شكون عايشة؟ حنا ربما كي تتقدر عليك مصيبة هذا الحديث يبقى في الأوهام، راح في الخيال. حينما يمرر المؤمن على محك التجربة هنا اللي يستحضر هذا النوع من العلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ما يديروا لك والو إلا إذا أراد الله، ما ينفعوك ما يضروك إلا إذا أراد النافع الضار، وإذا أراد الله أن ينفعك جعل في ضرهم نفعا، في ضرهم يدير ربي النفع، إذا أراد الله أن ينفعك